يتوزع بين تاجر الجملة وتاجر التزية. بعض أقول بعض شركات زادت 10 دنانير، حنا تدخلنا بقوة ونحينا 10 دنانير وستبدا تطبيقها من الأمس، يعني يعاود يولي لما كان عليه في أكتوبر 2020، يعني باع 57 دينار والباقي 570 دينار، يعني 57 دينار. نعم. بالدارجة باش المواطن واعتبر على استعمال الدارجة. نعم تفضل براحتك. الباقي يتوزع بين تاجر الجملة والتجزئة. نحن وزارة التجارة ستتحمل الفارق في السعر، يعني المؤسسات هذه الستة. بكري شحال الفارق عندك؟ يختلف من مؤسسة إلى مؤسسة، فهمت؟ حنا باسكو نحسبوا با طوماج ماشي بالاخر. بكري لكن يعرف المواطن بان التعويضات تقدر بالاف الملايين السنتيم، ماشي حاجه، يعني باش يعرف المجهود اللي تبذل الحكومه في تدعيم الزيت. واش كانت العمليه تتم، يعني هذه الشركات تقدم طلباتها كل نهايه سنه. حنا باش نسهلوا هذه الشركات باش الملاءه الماليه تاعها، يعني كما نقول لا سيتياسيون فينونسيير دو تريزوري ما تاثرش عليها، اتخذنا قرار ان التعويض يكون كل شهر. يعني كل هذه الشركات كل شهر تقدم ملفها يدرس نعوضوا لها بدل ما ننتظر حتى نهايه السنه. هذا تفاهم من اجل يعني باش نساعدوا المؤسسات وتبقى هذه العمليه. وبالتالي انا واش يهمني يصل تلك الصفيحه تاع 5 لترات او 2 لترات او لترات بالسعر المثقف. نعم. ونقول هذا المواطن اذا اي دكان يبيع اكثر من السعر المثقف ما عليكم الاتصال بمديريه التجاره او مصالح الامن. هذا التاجر اللي يبيع فوق السعر المدعم سيعاقب بعقوبه من 500 الف الى 5 ملايين دينار وبغلق على الاقل سنتين. لازم يعاونونا. هذو يا جماعه راهم تقريبا مليون تاجر، ما نقدروش نكونوا في كل مكان، لازم تبلغونا. عندكم العشرة عشرين الرقم الأخضر، بلغونا وبالتالي سنضمن الزيت ب 600 دينار والفرق احنا نتحملوه مع هذه المؤسسة. ما هي الآليات اللي وضعتوها باش تضمنوا هذه الأسعار؟ مع موجودة من قبل، يعني مش آلية جديدة. آلية التعويض موجودة وكان عندنا لقاءات مستمرة دائمة، لأن باش تكون في الصورة هذه العملية ما بدأتش الآن من أكتوبر 2020، لأن ارتفاع الأسعار تاع الزيت عالمية بدأت في أكتوبر 2020. نحن في تواصل مستمر مع هذه المؤسسة ونطمن إخوان التجار الجملة وتجار التجزئة يروحوا يشروا بالأسعار القديمة ويروحوا يبيعوا، لأن احنا عطينا تعليمات المؤسسات المنتجة إذا في عزوف على شرائه من طرف تجار الجملة أو التجزئة يروحوا يبيعوا مباشرة إلى المستهلك. نعم سيد الوزير، كذلك دائما بخصوص هذه الأزمة لاحظنا أنه في اجتماع مجلس الوزراء لما طلب رئيس الجمهورية وكلفك أنت شخصيا باسترجاع ملكية مصنع جيجل للزيت بدأت هذه الأزمة. لا 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 كانت من قبل، يعني لكن ليس بهذا الحده. يعني كانت من انت ما حسيتلاش والمواطن ما حسناش، لان كانت وزاره التجاره في الميدان وهي تستوعب الضربات وغير ذلك. اذا علاش خليتوها توصل لهذا الشيء؟ يعني بالكم الاخوه لا كيف خلينا وصلنا لهذا الشيء؟ حنا متدخلين في الميدان ونخدموا وغير ذلك، يقول خليناها. الان قلت لك عندما التجار التجزئه عزفوا على اخذ حصصهم ولات غير موجودة. الآن عطينا رخصة واتصلنا بالسادة الولاد أن شركات التوزيع خاصة في الولايات اللي فيها الحجم يوزعوا في الليل. رانا خدامين شغالين وزارتنا مع وزارة التجارة. لكن هذه ليست مهمة يعني المصنع، أنت لما تفرض على مصنع زي أنه هو اللي يروح يبيع للشعب، هذه ليست مهمته، اليوم المصنع مهمته الإنتاج. يعني هنا تتناقض. نعم لما قلت أنت المصنع يروح يبيع. مقبل قلت لي كيف الزيت ما يلحقش للمواطن وغير ذلك. واش درنا احنا؟ واش درنا احنا في السميد لو تعاود ترجع بذاكرتك للوراء؟ نعم. سمحنا بهذا الأسلوب. أنا كما يقولوا في انكريز، أنا يهمني المواطن يدي البيضون تاع الزيت تاعو. أجد الحلول، في حلول آنية مستعجلة، في حلول قصيرة المدى، وفي حلول طويلة المدى. في حالة لم يقبل المصنع، في حالة لم يقبل المصنع بهذه الفكرة. ما تقلقش رانا متفقين وفي توافق. نعم. وفي كذا، أنا قلت لك يعني القضية ماشي اليوم، راه عندنا لقاءات تقريبا دورية، فيه لجنة مؤسسة على مستوى وزارة التجارة بأمر السيد الوزير الأول، فيها كل القطاعات ونشتغل. الآن أنا قلت لك يعني كنت معك صريح. نعم. الزيت الآن مؤامرة بنفس الأحكام
مؤامرة سميد. مع الأسف الشديد ونترجى من إخواننا المواطنين ما يقعوش في نفس الخطأ. والله الزيت ما هو موجود في مخزوننا يكفي حتى نهاية جوان، حتى ولو ما نستورد ولا باخرة، يعني كل الآن نستورد والو، اليوم موجود عندنا فقط يكفينا نهاية جوان. سيد الوزير، اليوم المستهلك الجزائري لا يثق في الدولة، لا يثق في المؤسسات، لا يثق في وزير التجارة، لا يثق في أي وزير. لا عم تكلم لك الواقع. الجزائري ما يثقش، لأنه على سيد الوزير، لأنه أنت لما تتكلم هذا الشيء لما ينزل الواقع يشوف. نعطيك الأمثلة. لا تقول دكتور صبر آراء ولا جد السيد. لا نعطيك الأسباب سيد الوزير. أنا كوزير يوميا نمشي في وسط الشعب، يوميا نمشي في وسط المواطنين، ولا واحد سبنا ولا واحد قالنا ولا واحد قلنا، تجي تقول الناس ما تثقش فيك. نعطيك علاش ما تثقش فيك سيد الوزير، معليش نعطيك علاش ما تثقش. نتكلموا بخصوص أزمة كيس واسمه حليب الأكياس. قلت له بلي راح يتنهوا هذه الأزمة، مازال اليوم طوابير، أنا نشوفوا طوابير تاع باش يديروا باش يشروا كيس حليب. تكلمته بخصوص اللحوم، مازال أسعارها راهي مرتفعة. الدجاج اللي هو اللي كان يشري المواطن البسيط اليوم الحق 700 دينار جزائري سيد الوزير. السميد نفس الشيء رغم انه مدعم. كيفاش تحب هذا الشيء سيد الوزير يثيق ربما هذا الشيء؟ شوف اخي الكريم، دوك انا نجاوبك نقطه بنقطه وخليني نجاوب ما تقاطعنيش. اولا شوف باش تكون صريح، معروفه كل اشياء مدعمه والا تنشب بارونات وجماعات الضرب من اجل اختلاس وغير ذلك. احنا عندما تكلمنا على كيس الحليب ونأكد عليها 1000 مره تكلمنا على ضبطها واكتشفنا وبينا ووضحنا. عندما تنوض انت الصباح وتشري 20 شكاره وما تخليش الخوف اللي يجي موراك، انا ما نقدرش نجيب لك. لا، عندنا تقريبا 5 إلى 6 ملايين شكارة حليب تاع المدعم توضخ يوميا للسوق، بلا ما نتكلم لك على الحليب غير المدعم. شحال عندنا العائلات، عدد العائلات في الجزائر 10 ملايين عائله. إذا خذينا نص هذه العائلات معوزة نورمال تشري كل شكارة حليب والآخر يشري شكارة هذا المدعم. إذا تجي أنت تدي 20 واش راح يكون؟ قضية الحم عمرنا ما تكلمنا لا على سعر ولا هم يحزنون إطلاقا. تكلمنا على توفير الحم لأن ليست من صلاحية وزارة التجارة، حتى الحليب ليس من صلاحية وزارة التجارة. الآن تتكلم لي عن أشياء نحن نقوم بعمل التمويل. أنا أقول لك هنا مرينا بسنة عجاف، يعني صعبة. كاش ما خص حاجة في السوق؟ بالعكس دول أخرى كانوا يديروا عشان يحوسوا على أشياء. الآن تعرف أن الأشياء اللي فيها ضبط هي الأشياء المدعمة، تعرف أن الأشياء المدعمة هي اللي تدفع وتخلي الناس إما استغلالها واستعمالها بطرق مفرطة، وإما تولد هذه بارونات. في نفس السياق قلت أنه دائما المواد المدعمة فيها مشاكل، حليب فيها مشاكل، سميد فيها المشاكل، والزيت المائدة فيه مشاكل، والسكر كذلك يكون فيه مشاكل. بهذه الحالة في هذه الحالة سيد الوزير معليش سيد الوزير، إذا بارك حبيبي معليش نحي السكر، السكر هو المشكل، نحي السكر يا اخوان، نبقاو في الزيت، نبقاو في السميد، نبقاو في الحليب. في هذه الحالة بحكم أن قلت أنت أن كل المواد المداعمة فيه مشاكل. وزارة المالية في فوج عمل مختلط من كل الوزارات يشتغل هذه العملية إن شاء الله، وعندما ينتهي هذا الفوج العمل راح تسمع هذه المقترحات وهذه النتائج. لأن قضية الدعم ماهيش قضية 2021، هي قد الدعم سنوات وسنوات وسنوات، يعني مش جات الحكومة الحالية هي جابت الدعم اللي تجي أنت ولا غيرك تحكم تقول وعلاش درتوا لي. هذه طرق احنا اكتسبناها، هذه طرق وضعت في الماضي من أجل دعم الفقير. مع الأسف الشديد والمعوز فيه ناس اللي ما يخافوش ربي، فيه ناس اللي ما عندهمش ضمائر يستغلوا ويحاولوا يوجهوا هذه الدعم. واحنا في وزارتنا ولا الوزارات الاخرى نحن نقاوم ونحارب هذه الجماعه. يعني سياسه الدعم راح تتغير مستقبلا سيدي. الله اعلم. لكن فيه مجموعه عمل تشتغل على هذه واحده. ثانيا احنا اخي الكريم نقول لك بدون مساعده المواطن الكريم، بدون مرافقه المواطن الكريم، مهما كانت السياسات التي ستطبق سلن تؤتي ثمارها 100%. لازم المواطن يعني يساعدنا بسلوكه الاستهلاكي الرشيد، وايضا المواطن يساعدنا بالتبليغ على كل تجاوزات. اعطي الاشياء نحقق المحتوى.